إحدى بطلات مصر في سباحة الزعانف والتي استطاعت خطف الأنظار في بطولة العالم للناشئين والتي انتهت منذ أيام في إيطاليا هي ندى مجدي أبو مسلم. بطلة مصر نجحت في اقتناص المركز الثاني وحصد الميدالية الفضية في سباق 800 متر السباحة بالزعانف المونو، وبذلك حققت ندى 3 ميداليات فضية بالبطولة. مشوار ندى صاحبة 16 عاما مع السباحة بدأ منذ عام 2013 في نادي النصر ثم منتزه الحلمية انتقالا لنادي الغابة لتتخصص في النهاية في سباحة الزعانف. السباحة المصرية شاركت عديد من البطولات المحلية والدولية وتوجت بالكثير من الميداليات المتنوعة في مختلف المنافسات، بالإضافة إلى الألقاب الفردية بالتتويج بأفضل سباحة في عدة منافسات. طموحات وتحديات تسعى إلى تحقيقها البطلة المصرية ندى أبو مسلم في مشوارها، والذي يشهد استعداداتها حاليا للمشاركة في بطولة العالم للسباحة بالزعانف للكبار في روسيا الأسبوع المقبل، لتواصل تحطيم الأرقام القياسية محليا وعربية، ليس فقط على مرحلتها العمرية ولكن على مستوى جميع المراحل.